هنتكلم النهاردة عن السوليد جهاز انترفيس. هنتكلم كمان عن النوعين من انواع الادسربشن، يا اما فيزيكال ادسربشن يا اما كيميكال ادسربشن. هنعرف كل واحد منهم بالتفصيل وازاي اقدر افرق ما بين نوعين الادسربشن سواء فيزيكال او كيميكال، وهناخد القوانين اللي بتحكم او من خلالها بقدر ادرس الفيزيكال ادسربشن. هناخد معادلة فروندريش وكمان لانج ماير. يلا بينا الاول نعرف يعني ايه اصلا ادسربشن. لو تخيلت ان انا معايا الشكل اللي قدامي ده هو عبارة عن السوليد سيرفيس، والسوليد سيرفيس ده في كونتاكت مع جاز، يعني موجود في مكان والمكان ده فيه حوالي فيبر او فيه حوالي جاز. ايه اللي بيحصل؟ ان بعض من جزيئات الغاز اللي انا اسمها في شكل سيركلز دي ممكن يحصل لها اتاتشد للسوليد. يعني ايه اتاتشد؟ يعني يتقرب منه، تلتحق بيه، تحصل لها كوندنسيشن على سطح السوليد. ساعتها انا بسمي الموضوع ده وبقول ان الجاز حصل له ادسربشن على سطح السوليد، وبسمي وقتها الجاز مولكيول ادسوربيت، والسوليد نفسه بديله اسم ادسوربنت. يبقى اذا اللي فيه الان دي، الكلمه اللي فيها الان دي تمثل بالنسبه لي سطح السوليد اللي حصل عليه الادسوربشن، اما الماده نفسها اللي عملت ادسوربشن بسميها او بديها اسم ادسوربيت. الموست كومون سيرفيس سوليد، يعني اكتر المواد الصلبه المعروف ان ممكن تعمل ادسوربشن، بتتميز ان السطح بتاعها لازم يكون فيه بوروس، فيه مسام. تمام؟ زي ايه مثلا؟ زي الشاركول، زي السيليكا جيل. دول اكتر مواد معروفه جدا انها بتعمل ادسوربشن او بيحصل ادسوربشن على سطحها. الادسوربشن والحدوته اللي احنا قلناها دي بتقسم لنوعين، يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. تعالوا نعرف مع بعض ازاي انا هقدر افرق ما بين الفيزيكال والكيميكال. في الفيزيكال ادسوربشن، القوه اللي بتربط ما بين السطح الصلب والجاز مولكيولز، يعني دلوقتي انا حصل ادسوربشن للجاز مولكيولز على سطح السوليد، طب ما هو اكيد في برضه قوى، يعني في روابط، في حاجه. يا ترى القوه دي ضعيفه ولا قويه؟ قال لي والله لو هي ضعيفه، يعني كانه بالظبط عباره عن جاز حصل له كوندنسيشن على سطح ماده صلبه وخلاص، بقول ان حصل لي فيزيكال ادسوربشن. اما في الحاله الثانيه، لو ان في روابط فعلا اتكونت قويه ما بين الجاز مولكيولز وما بين السوليد، يعني كانه بالظبط حصل كيميكال رياكشن، فتكونت رابطه كوفيلنت، رابطه ايونيك ورابط قويه بتاعت الكيميكال رياكشن، بقول ساعتها حصل كيميكال ادسوربشن. يبقى اذا كانت روابط ضعيفه او قوه ضعيفه فيزيكال ادسوربشن، اذا كانت روابط قويه زي بالظبط بتاعت الكيميكال رياكشن، بقول حصل كيميكال ادسوربشن. طيب ايه الفرق التاني؟ الهيت اوف ادسوربشن. يعني ايه هيت اوف ادسوربشن؟ انا حاطه لكم التعريف هنا اهو. هيت اوف ادسوربشن هي كميه الحراره بتنطلق نتيجه حدوث الادسوربشن اوف جاز على سطح الماده الصلبه. بمعنى انا لو عندي ماده صلبه مثلا نرمزلها بالرمز ده او بالشكل اللي قدامي ده، وبعدين بدا يحصل ادسوربشن للجاز مولكيولز على سطحها مثلا كده، يعني نتيجه ان حصل ادسوربشن بتنطلق كميه من الطاقه، بتنطلق كميه من الحراره. يعني دايما الهيت اوف ادسوربشن دي عندها اشاره سالبه لانها دايما ريليز. لو الطاقه المنطلقه دي كانت قليله بقول حصل فيزيكال ادسوربشن، لو الطاقه المنطلقه دي كانت كبيره عامله بالظبط زي الطاقه اللي بتنطلق من الكيميكال رياكشن، ساعتها بقول حصل كيميكال ادسوربشن. يبقى لو الطاقه هنا قليله يبقى فيزيكال، لو الطاقه دي كبيره بسميها او هيت اوف ادسوربشن دي كبيره بسميها كيميكال ادسوربشن. طيب ايه الفرق الثالث؟ لو درجه الحراره نفسها قليله، يعني انا بعمل او حصل ادسوربشن في الروم تمبريتشر مثلا، يعني في درجه حراره الغرفه دي بسميها لو تمبريتشر، ساعتها الريت اوف ادسوربشن، معدل الادسوربشن ده بيعتمد على امكانيه الجاز ان يحصل له كوندنسيشن. يعني لو قلنا السوليد موجود في وسط والجاز موجود فيه، والجاز ده فعلا ممكن يحصل له كوندنسيشن على سطح الماده الصلبه، يبقى الريت اوف فيزيكال ادسوربشن ده بيعتمد على قدره الجاز ان يحصل له او قابليه الجاز ان يحصل له كوندنسيشن. عشان كده بيسموها كوندنسابيلتي. يعني ايه كوندنسابيلتي؟ يعني كوندنسابيلتي معناها ability، معناها القدره، قدره الجاز ان يحصل له كوندنسيشن على سطح الماده الصلبه. يبقى اذا الريت اوف كوندنسيشن معتمد على الجاز ان يحصل له كوندنسيشن فقط. اي طب امال في حاله الكيميكال ادسوربشن الريت اوف ادسوربشن ده معتمد على ايه؟ معتمد على حاجه اسمها كيميكال افينيتي. يعني ايه كيميكال افينيتي؟ لو انا بفترض ان بعمل كيميكال رياكشن وحط ماده اسمها A مع ماده اسمها B في رياكشن، هل انا ضامنه انه اي مادتين احطهم مع بعض هم هيتفاعلوا من لوحدهم ويدوني برودكت؟ الاجابه اكيد لا. في بعض المواد لما بحطهم مع بعض
اصلا ما بيحصلش تفاعل، في رياكشن بقول في الاخر نو رياكشن نو برودكت، يعني مواد استحالة تتفاعل مع بعضها، في كيميكال رياكشنز كتيرة جدا والاسباب كتيرة متعلقة بطبيعة المواد نفسها، بقول انه مش ممكن ابدا يحصل تفاعل ولا يتكون برودكت جديد. وبالتالي الكيميكال ادسورشن معتمد على حاجة اسمها كيميكال افينيتي، يعني امكانية المادة الصلبة بتاعة السوليد سيرفيس والجاز نفسه ان هما الاتنين يتفاعلوا مع بعض. لو المادتين دول سواء الجاز او السوليد سيرفيس فيه كيميكال افينيتي، يعني فعلا ممكن يتفاعلوا ويدوني برودكت وتكون ما بينهم رابطه، ساعتها هيحصل كيميكال ادسوربشن. مفيش كيميكال افينيتي يبقى مش هيحصل كيميكال ادسوربشن. يبقى في حاله الفيزيكال ادسوربشن معتمده على الكوندنسابيلتي، يعني امكانيه الجاز ان يحصل له كوندنسيشن على سطح السوليد. في حاله الكيميكال رياكشن معتمد على سوري كيميكال ادسوربشن معتمد على حاجه اسمها كيميكال افينيتي، يعني هل فعلا ممكن يحصل تفاعل ما بين الادزوربنت والادزوربيت، يعني السوليد والجاز. الفرق الرابع انه في حاله الفيزيكال ادزوربشن بيحصل بسرعه، يعني السرعه نفسها او المعدل اللي بيتم فيه الفيزيكال ادزوربشن بيبقى سريع، مجرد ما احط السوليد في كونتاكت مع الجاز ممكن يحصل بسهوله فيزيكال ادزوربشن، ممكن الاقي ان الجاز حصل له ادزوربد او حصل له ادزوربشن على سطح الايه على سطح السوليد، يعني الريت هنا بيكون سريع شويه. في حاله الكيميكال ادزوربشن ده ممكن اصلا بعض الانواع الجازس ما يحصل لهاش ادزوربشن غير لما اديها طاقه، والطاقه دي بسميها اكتيفيشن انرجي، طاقه تنشيط، يعني بقول له انا لوحدي كده مش هعمل ادزوربشن، انا عشان اعمل ادزوربشن اديني كميه من الطاقه تنشطني وبعدين في الاخر هقدر اعمل ادزوربشن على سطح السوليد. يبقى معنى كده لما اقارن ما بين السرعه مين فيهم اسرع الفيزيكال ولا الكيميكال، دايما الفيزيكال بيكون هو اللي بيتم الاول، هو اللي بيتم اسرع. الفرق الخامس حاجه اسمها الادسوربشن ايزوثيرم، يعني ايه؟ يعني شكل اللاير اللي هتتكون على سطح السوليد من الجاز، هل هتتكون حاجه اسمها يوني مولوكولر ولا مالتي مولوكولر؟ طب يعني ايه اصلا يوني مولوكولر؟ لو انا افترضت ان الخط التقيل ده هو السوليد سيرفيس، والنقط الصغيره دي هفترض ان هي دي الجاز مولكيولز اللي حصل لها ادسوربشن على سطح السوليد. لو انا بفترض ان السطح بتاعي اتغطى بطبقه من الادسوربت جاز، الطبقه دي سمكها جزيء، يعني هنا جزيء واحد حصل له ادسوربشن وجنبه واحد وجنبه واحد وجنبه 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 كلهم جنب بعض، وخلاص السطح بتاعي اتغطى، بقول انا كده اتكون معايا يوني مولوكولر لاير من الادسوربت جاز. امال يعني ايه مالتي مولوكولر لاير؟ يعني ان انا بقى فوق الجزيء ده في جزء تاني جاز هنا فوقيه وهنا جزء تاني فوقيه، اتكونت طبقات من الجاز مولكيولز فوق بعضها، ساعتها بقول حصل مالتي مولكيولر لاير من الادسوربت مولكيولز. بالنسبه بقى لليوني مولكيولر او المالتي مولكيولر، هل الحالتين دول او الاحتمالين دول ممكن يحصلوا في الفيزيكال او في الكيميكال؟ قال لي في الفيزيكال ممكن يتم يوني مولكيولر ومالتي مولكيولر في حاله الفيزيكال ادسوربشن، اما في حاله الكيميكال ادسوربشن لا، فقط يوني مولوكولر مفيش غيرها، اما احتمالات ان يتكون مالتي مولوكولر دي مش هتتم ابدا. الفرق السادس وده اللي مهم قوي بقى وعليه تطبيقات كتيره جدا، هفترض ان انا مثلا في مكان والمكان ده حصل تسريب للغاز والغاز ده مضر، فانا عايز بسرعه اتخلص منه عشان ما يضرش الناس اللي موجودين في المكان، او انه الغاز ده غاز غالي وثمين، فبالتالي لما حصله تسريب انا مش عايزه اخسره، فانا عايزه اجمعه بسرعه من المكان. فاللي عملته ايه؟ فكرت في موضوع الادسوربشن، فجبت تشاركول او سيليكا جيل ورحت حطاه في المكان اللي حصل فيه تسريب الغاز ده، وبعدين سبته فتره وحصل ادسوربشن للجاز على سطح الفحم وبس. طب انا بقى استفدت ايه؟ لو مجرد اني وقفت عند مرحله ان الجاز حصل له ادسوربشن على سطح الفحم وسكت، انا ما استفدتش حاجه، لان انا ما حصلتش على الجاز، انا عايز اخده عشان اجمعه تاني لو هو غاز غالي، او اتخلص منه لو هو جاز سام، لكن وجوده على سطح الفحم انا ما استفدتش حاجه. ساعتها بلجأ لحاجه اسمها الريفرسبل او ريفرسبل ادسوربشن. يعني ايه كلمه ريفرسبل ادسوربشن؟ يعني لو خدت الماده الصلبه اللي حصل عليها ادسوربشن وعرضتها لظروف زي ايه؟ زي مثلا ان انا اقلل ضغط الغاز او ازود تمبريتشر، يعني اعمل تدفئه، اسخن الماده الصلبه اللي حصل انها جمعت الجاز على سطحها، عملت ادسوربشن الجاز على سطحها، رحت مسخناها،
يرجع ينفصل الجاز عن سطح السوليد، وساعتها يبقى انا جمعته في مكان، لان طبعا انا كده هسخنه في كونتينر مقفول، فمجرد لما اسخنه ينفصل الجاز مولكيولز عن سطح الشاركول او الفحم ده، فساعتها انا قدرت ان انا اجمع الجاز لوحده مره تانيه. ده بيحصل في حاله الفيزيكال ادسوربشن. ممكن يحصل حاجه زي كده وساعتها بسميها ريفرسيبل ادسوربشن، يعني انا بعكس عمليه الادسوربشن، جمعت الجاز على سطح السوليد بس هفصله مره تانيه بان انا بعمل له تسخين مثلا. في حاله الكيميكال ادسوربشن مفيش حاجه اسمها ريفرسيبل ادسوربشن، مفيش. يعني للاسف لو انا الجاز اتكون على سطح السوليد وعمل نوع من انواع الادسوربشن كيميكال ادسوربشن، مهما سخنت للاسف الجاز مش هينفصل تاني ابدا عن سطح السوليد سيرفيس. كده احنا اتكلمنا عن 6 فروق اساسيه تخليني اقدر احكم هو انا حصل لي فيزيكال ادسوربشن ولا كيميكال ادسوربشن. بالمناسبه الموضوع ده مهم قوي ان احنا نفهمه، لانه بيبقى موضع اسئله كتير قوي. يا ترى ايه هي العوامل اللي بتوقف عليها اصلا الادسوربشن؟ الحقيقه هما في 4 عوامل مهمين جدا وهم بيلخصوا الموضوع كله. اول عامل طبيعه السوليد نفسه، طبيعه الماده السوليد نفسها، وكمان طبيعه الجاز، النيتشر اوف جاز، والبريشر والتمبريتشر. دي ال4 عوامل الاساسيه اللي اقدر اقول ان هم متحكمين في الادسوربشن. يبقى انا عندي النيتشر اوف سوليد، النيتشر اوف الجاز، وبعدين عندي التمبريتشر، وبعدين اخر حاجه عندي البريشر. هم دول ال4 فاكتورز او ال4 عوامل اللي بناء عليهم بيعتمد عمليه الادسوربشن. لو انا بتكلم مش هقول خلاص طبيعه السوليد، ان انا بختار السوليد بنفسه اللي بيتم عليه الادسوربشن مثلا والجاز كمان، لكن هتكلم عن الحاجتين اللي في ايدي ممكن اتحكم بيهم، اسرع الادسوربشن او اعمل ريفرسيبل ادسوربشن، اللي هم البريشر والتمبريتشر. طب انا عايز افهم، هو انا الاحسن لي ازود البريشر ولا اقلله بتاع الغاز؟ طب ازود التمبريتشر ولا اقللها؟ لو انا عايز اقول انا عايز اعمل ادسوربشن فعلا للجاز على سطح السوليد، ايه الفاكتورز اللي اقدر اتحكم فيها وازودها ولا اقللها؟ بالنسبه للبريشر بتاعت الجاز، عشان يحصل ادسوربشن ازود البريشر. عايز اعمل ريفرسيبل ادسوربشن، يعني اتخلص افصل تاني الجاز عن سطح الصلب، اقلل البريشر بتاع الجاز. طب بالنسبه للتمبريتشر، لو انا عايز يحصل ادسوربشن اقلل التمبريتشر، لان لو زودت التمبريتشر هيبتدي ينفصل تاني الجاز عن سطح السوليد. يبقى نخلي بالنا قوي من الحته دي، نخلي بالنا الحاجات دي محتاجه فهم اكتر عشان اي سؤال يجي لي انا اقدر احله. يبقى بالنسبه للفاكتورز اللي بتوقف عليها الادسوربشن، هم عندي 4 فاكتورز، اهم 2 منهم هم اللي بتحكم فيهم في ان موضوع يحصل ادسوربشن او ما يحصلش. ريفرسيبل ادسوربشن اعمله ازاي؟ هم البريشر والتمبريتشر. الفاكتورز اللي تخليني اعمل ادسوربشن ان انا ازود ضغط الغاز واقلل التمبريتشر. اما الفاكتورز اللي تخليني اعمل ريفرسيبل ادسوربشن اني اقلل ضغط الغاز وازود التمبريتشر. يا ريت اللي بيسمعني يكتب نوتس كده على الجنب في الحته دي هو بيذاكرها، عشان يبقى فاهم الجزئيه دي ومستوعبها كويس جدا. دلوقتي بقى هنتكلم عن اول نوع من انواع الادسوربشن اللي هو الفيزيكال ادسوربشن، وهنتكلم عن القوانين او الايكويشنز اللي درست بالتفصيل موضوع الفيزيكال ادسوربشن. اول ايكويشن فريندريش ايكويشن. فريندريش ايكويشن دي كانت اول تجربه او اول دراسه لموضوع الادسوربشن، بس الحقيقه فريندريش ده كان بيدرس موضوع الادسوربشن في سوليوشن. يعني انا بيبقى عندي مثلا ماده، بتبقى عندي ماده في سوليوشن خلاص، وبعدين بشوف الماده اللي في السوليوشن دي تقدر تعمل ادسوربشن قد ايه. فساعتها هو حط علاقه تربط ما بين كميه الماده اللي بيحصل لها ادسوربشن والتركيز بتاعها في السوليوشن. يعني انا محضر ماده في سوليوشن، عاملها سوليوشن بالفعل وليها تركيز معين قيمته سي، عايز اعرف قد ايه من الماده اللي تركيزها سي دي هتعمل فعلا ادسوربشن. فحط معادله تربط ما بين الام، كميه الماده اللي حصل لها ادسوربشن، وتركيز الماده في السوليوشن، وقال ان الام بتساوي كي سي اس ان. طبعا كي وان دول كونستانتس يعني. يبقى اذا فريندريش ايكويشن دي كانت بدايتها بتتكلم عن سوليوشن، بس الحقيقه احنا درستها مش سوليوشن، ده انا بتكلم عن جاز حصل له ادسوربشن على سطح السوليد. فاذا الايكويشن دي انا محتاج اغير فيها شويه. هغير فيها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي اخلي فريندريش ايكويشن اللي كانت بتتكلم عن سوليوشن تقدر او تنفع تتطبق على جاز. انا هفترض ان الادسوربد سبستانس بتاعتي اللي هي الجاز هرمز ليها او هرمز للكميه اللي حصل لها ادسوربشن بالرمز اكس، والكي هسيبه زي ما هو،
وبدل ما كانت هناك في السي اللي هو الكونسنتريشن، انا بقى احط بريشر، انا بتكلم عن جاز. يبقى اذا المعادله اللي فاتت دي اللي هي كانت ام بتساوي كي سي اس ان، غيرت فيها اللي ينفع اخليها تتطبق على جاز، شلت الام ورحت حاطه اكس وقلت اكس دي هي كميه الجاز اللي بيحصل لها ادسوربشن، وشلت السي كونسنتريشن ورحت حاطه بريشر وهو ده ضغط الغاز، واصبحت المعادله اللي قدامي دلوقتي دي هي المعادله اللي ينفع بالفعل اطبقها على الجاز. هعمل ايه بعد كده؟ هبتدي ان انا عايز المعادله دي ارسمها في علاقه بيانيه، فعايز اخليها تبقى معادله خطيه. يعني هاخد لوج الطرفين، لو خدت لوج الطرفين هيبقى هنا لوج اكس هتساوي لوج كي تمام بلس ان لوج بي. دايما الباور او الاس ده بينزل لما باخد اللوج، يعني هتحول المعادله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هتبقى لوج اكس بتساوي لوج كي زائد ان لوج بي. لو رسمت الكلام ده كله، يعني انا خدت مثلا هنا طبعا ده دايما الجزء ده برسمه على الواي اكسس، لوج اكس هنا اهو، واللوج بي هرسمها على الاكس اكسس. هنبص كده على الرسمه، ادي اللوج اكس على الواي وادي اللوج بي على الاكس. وبعدين طبعا دي معادله خط مستقيم اللي دايما بيقول ص تساوي الف س زائد ع مثلا ولا مش عارفه ايه، دايما ده الصاد هو المحور الصادي وده هو المحور السيني. الحاجه بقى اللي مضروبه في المحور السيني اللي هي الان دي، ده دايما السلوب. دي معادله خط مستقيم، لما فعلا نرسمها يطلع خط مستقيم، السلوب بتاعي هو مين؟ هو الان، السلوب هو الحاجه اللي مضروبه في المحور السيني. اما الجزء اللي باقي ده بسميه انترسبت. يعني ايه انترسبت؟ اصل المعادله دي معادله خط مستقيم بس مش هتمر بنقطه الاصل، لان يعني في حاجه هنا اهو لوك كي، عارفين ده لو مش موجود كان ساعتها الخط ده هرسمه بيبدا من ايه؟ من الاوريجين او نقطه الاصل. لا ده انا هرسمها من فوق شويه، يبقى اذا في جزء مقطوع من المحور الصادي قيمته لوج كي. يبقى اذا انا حولت المعادله بتاعت فروندليش من معادله بتطبق على السوليوشن لمعادله ينفع اطبقها على الغاز، وكمان قدرت ارسمها رسم بياني. طبعا ان الموجوده معايا هنا دي بتبقى دايما القيمه بتاعتها اكبر من الزيرو واقل من الون. لو هنتكلم عن الايكويشن الثانيه اللي هي لانج ماير ايكويشن، نخلي بالنا بقى في لانج ماير ايكويشن دي كويس قوي. لانج ماير ده بدا يحط موديل او نموذج يوصف بيه موضوع الفيزيكال ادسوربشن للجاز على سطح السوليد. بدا يفترض شويه حاجات كده الاول. قال اولا انا هفترض ان السوليد سيرفيس بتاعي ده بيحتوي على فيكسد نمبر اوف ادسوربشن سايت، يعني بيحتوي على اماكن محدده، عدد محدد على سطح بتاعه، والعدد ده المحدد ده بس هي دي الاماكن اللي مسموح ان يحصل ادسوربشن على سطحه. ات ايكوليبريم، لو انا بفترض ان حصل ايكوليبريم، يعني ايه ايكوليبريم هنفهم دلوقتي مع بعض. يعني بفترض ان مثلا انه عند تمبريتشر وبريشر متوسطين، يعني في عندي جزء من السطح اسمه ثيتا، وثيتا دي هو المكان اللي حصل عليه ادسوربشن من الجاز. يعني انا لو عندي مثلا، شايفين مثلا الشكل اللي قدامي ده، المكان ده اللي فوقيه السيركلز دي بتاعت الجاز ده، هو ده المكان اللي حصل عليه ادسوربشن، ده هسميه ثيتا. يبقى ثيتا هو عبارة عن فراكشن من السوليد اللي عليه حصل ادسوربشن. امال مثلا الحتة اللي هنا فاضية والحتة اللي هنا فاضية دي بسميها ايه؟ واحد ناقص ثيتا. يبقى اذا انا بتكلم دلوقتي عن الاسامبشنز او الفروض اللي بدأ يحطها لانج ماير عشان في الاخر يوصل المعادلة بتاعه والنموذج بتاعه. افترض اول حاجة انه اي مادة صلبة بتبقى عليها اماكن محددة ممكن يحصل عليها الادسوربشن. النقطة التانية ان جزء او الفراكشن من السوليد اللي حصل عليه ادسوربشن بسميه ثيتا، اما الجزء الفاضي بسميه واحد ناقص ثيتا، اللي هو الواحد ناقص ثيتا معناه ان جزء نوت اوكيبايد، يعني ما عندهوش جاز فوقيه، ما حصلش ادسوربشن. طيب ايه الفرض التاني؟ قال ان كل مكان او كل سايت على سطح السوليد يقدر يعمل ادسوربشن لجزء واحد فقط، يعني يقدر يعمل هولد ل 1 جاز مولكيول. النقطه الثالثه او الفرض الثالث اللي هو قاله، قال انه الهيت اوف ادسوربشن عند اي مكان بيساوي بعضه. بمعنى ان نفترض ادي سايت، النقطه اللي اتشاورت عليها دي ادي سايت اهو، والسايت ده عمل ادسوربشن للجزيء الجاز الملكيول ده، ولما حصل ادسوربشن انطلقت كميه من الهيت بسميها هنا هيت اوف ادسوربشن. المكان التاني ده عمل ادسوربشن لجزيء تاني من الجاز، ولما عمل ادسوربشن انطلقت منه كميه من الهيت. الهيت اللي انطلقت من هنا بتساوي الهيت اللي انطلقت من هنا بتساوي الهيت اللي هتنطلق من اي جاز مولكيول لما يحصل له ادسوربشن على سطح الايه؟ سطح السوليد. يبقى الهيت اوف ادسوربشن بتبقى از ذا سيم
فور اول سايت، يعني هي تقريبا نفس القيمة، مش تقريبا، هي بالفعل نفس القيمة عند اي مكان موجود على سطح السوليد. الفرد الرابع قال انه مفيش انتر اكشن ابدا ما بين الجاز مولكيول اللي حصلها على الادسوربشن، يعني انا جاز وهنا جنب جزيء مولكيول من الجاز، يعني مفيش انتر اكشن ما بينهم، ولا اكيد انتر اكشن ما بين السوليد سيرفيس. يبقى دي الاربع فروض او الاربع نقاط اللي حطهم لانج ماير قبل ما يبتدي يحط الايكويشن بتاعته. يبقى كل سيرفيس عنده فيكسد سايتس على السطح بتاعه بيحصل عليها ادسوربشن، الجزء من السطح اللي عمل ادسوربشن بيسميه سيتا، الجزء الفاضي اللي هو نوت اوكيبايد بسميه واحد ناقص سيتا. كل سايت على السطح السوليد يقدر يعمل هولد لوان جاز مولكيول فقط. النقطة الثالثة ان الهيت اوف ادسوربشن المنطلقة بتبقى هي هي على اي سايت على سطح السيرفس، مش بتتغير، مش بتعتمد على اي جاز مولكيول. النقطة الرابعة ان مفيش ابدا انتر اكشن بتوين اي جاز مولكيولز موجودين على سطح السوليد. وبعدين بدأ يحط كده معادلة بسيطة بتشرح او بتمثل الموضوع الادسوربشن، انه ده يمثل الجاز مولكيول ودي اس اس تم للسوليد، وبدل لما حصل الادسوربشن قلت حصل اي اس، يعني كأن السوليد عمل ادسوربشن للجاز على سطحه. طبعا دي معادلة بسيطة لا تمثل شيء يعني. طيب هو عايز يستنتج معادلة بقى، عايز يستنتج معادلة ويرسم رسم بياني عشان في الاخر قول دي معادلة لانجماير. يعني اللي فاتت البسيطة دي اللي احنا لسه مشاورين عليها دي مش معادله لانجماير، دي معادله بترمز لموضوع الادسوربشن في حد ذاته. طيب بعد ما اتكلمت عن الاربع فروض اللي حطهم لانجماير، عايزين بقى لانجماير يبتدي يحط معادله توصف التصور بتاعه عن الفيزيكال ادسوربشن. فقال انا هفترض ان احنا زي ما قلنا ان سيتا دي هو الفراكشن من السوليد سيرفيس اللي فعلا اتغطى بيه الادسوربد مولكيولز، وال1 ناقص سيتا احنا قلنا ده الفراكشن الفاضي، جزء من السطح لسه فاضي ما حصلش عليه ادسوربشن. لو انا عايز اشوف معدل الكوندنسيشن بقى، يعني ايه معدل الكوندنسيشن؟ قال لي معدل الكوندنسيشن ده هو هو معدل الادسوربشن، يعني المعدل اللي بيه جزيئات الجاز ممكن بالفعل يحصل لها ادسوربشن على سطح السوليد. هيتناسب مع ايه؟ اكيد هيتناسب مع ال1 ماينس سيتا. ليه 1 ماينس سيتا مش سيتا؟ لان سيتا خلاص ده مكان خلاص اتملى بجزيئات الجاز، خلاص هو حصل له كفرد واتغطى بيه جزيئات الجاز، فعشان اقول لسه هيحصل كمان ادسوربشن فاكيد الريت اوف ادسوربشن ده بيعتمد على كميه او الاماكن الفاضيه لسه على سطح السوليد اللي هي 1 ماينس سيتا. طب وايه كمان هيعتمد عليه؟ قال اكيد البريشر بتاعت الجاز. ليه؟ لان البريشر بتاع الجاز ده كل ما يزيد كل ما عدد جزيئات الغاز اللي بتعمل ستريك او بتخبط السوليد سيرفيس بيزيد، وبالتالي الكوندنسيشن كمان هيزيد. يبقى اذا كل ما زود البريشر بتاع الجاز كل ما الستريك او المولكيولز السترايك السوليد سيرفيس بتزيد، وبالتالي كوندنسيشن بيزيد. كل ما عندي اماكن لسه فاضيه على سطح السوليد هي كمان الريت اوف كوندنسيشن بيزيد. طب تعال الجمله دي كلها نحطها في صوره معادله رياضيه. هنقول ان الريت اوف كوندنسيشن بتساوي كي واحد اللي هو ده كونستانت، يعني بدل ما اقول بيتناسب رحت شايله حاطه ايكوال وحاطه كونستانت. وبعدين هقول هو كان بيتناسب مع حاجتين، البريشر بتاع الجاز اللي هو بي اهو، وبيتناسب كان مع واحد ناقص سيتا اللي هي هنا. طيب ده معدل الكوندنسيشن او معدل الادسوربشن. يعني لو انا عايز اقول بقى المعدل الريفرسبل ادسوربشن، يعني ايه ريفرسبل ادسوربشن؟ يعني المعدل اللي بيه ممكن ترجع تاني جزيئات الجاز تنفصل عن سطح السوليد، وده هسميه الريت اوف ايفابوريشن. يعني بدل ما اقول ريفرسبل ادسوربشن قلت الريت اوف ايفابوريشن، وبدل ما اقول ادسوربشن رحت قايل كوندنسيشن. طب الريت اوف ايفابوريشن ده للجاز مولكيول هتتناسب مع ايه؟ قال لي لا، طالما بتكلم عن ايفابوريشن يبقى انا اكيد ده متعلق بالجزء من السطح اللي بالفعل حصل عليه ادسوربشن اللي هو سيتا. يبقى اذا الريت اوف ايفابوريشن بيتناسب مع سيتا، يعني هيساوي كي 2 في سيتا. عند الايكوليبريم الريت اوف كوندنسيشن هيساوي الريت اوف ايفابوريشن، هساويهم ببعض وهنوصل للمعادله اللي موجوده قدامنا دي. الريت اوف كوندنسيشن اللي هي كي 1 في بي مضروبه في 1 ناقص سيتا هيساوي الريت اوف ايفابوريشن اللي هي كي 2 في سيتا، هساويهم ببعض. الايكويشن دي اللي هي كي 1 في بي مضروبه في 1 ناقص سيتا بتاعه الكوندنسيشن، افك القوس شويه. افك القوس معناها ايه؟ معناها اني هضرب كي 1 في بي في 1 وارجع اضربها تاني في ايه؟ في سيتا. هيطلع لي كي 1 بي ماينس كي 1 بي سيتا. طيب وبعدين هجمع كل حاجه فيها سيتا في طرف
واسيب الناحيه التانية اللي ما فيهاش سيتا في طرف لوحدها. يعني هيبقى كي 2 سيتا بلس الماينس زيرو دي الناحيه التانية بلس كي 1 بي في سيتا هتساوي كي 2 في بي. لو خدت سيتا مشترك هقول سيتا بتساوي كي 1 بي على كي 2 بلس كي 1 بي خلاص. وبعدين ارجع المعادله اللي قدامي دي اقسمها على كي 2، يعني البسط والمقام هقسمها على كي 2، فيطلع لي ان كي 1 على كي 2 في بي. هنا لما اقسم دي على كي 2 هيطلع لي 1 بلس كي 1 على كي 2 في بي. طيب عايزه ابسطها اكتر شويه، ايه هي؟ بدل ما كي 1 على كي 2 اشيل كي 1 وكي 2، ما كل دول ثوابت كونستانت يعني، احطهم بي وخلاص. ارجع بقى اكتب المعادله دي بشكل بسيط تاني، هتبقى سيتا بتساوي بي اللي هو الكونستانت ده مضروبه في البريشر على 1 زائد بي في البريشر. انا عايز سيتا دي بدل ما هي مكتوبه سيتا وبقول ان ده الفراكشن اوف من السطح يعني اللي بيتغطى بالجاز او بيحصل عليه الابزوربشن من الجاز مولكيولز، عايز ادخل بقى بدل سيتا دي احط الحجم بتاع الفوليوم بتاع الايه الجاز. فممكن بدل سيتا دي اشيلها واحط ما يساويها شوي. ازاي؟ هقول ما هي سيتا دي بتساوي في على في ام. مين في ومين في ام؟ في تمثل الفوليوم بتاع الجاز كله اللي موجود في الوسط اللي فيه السوليد، اما في ام ده الجزء من الفي اللي ممكن يكفي اني اعمل طبقه. لو انا عايز ادخل الفوليوم بتاع الجاز في المعادله دي هشيل سيتا واحط ما يساويها. ازاي؟ سيتا دي تمثل ايه؟ سيتا تمثل الفراكشن او جزء من السوليد سيرفيس اللي حصل ادزوربشن عليه من جزيئات الجاز. بمعنى ان ممكن اقول سيتا دي بتساوي في على في ام. في تمثل التوتال فوليوم اوف جاز اللي موجود بالقرب من السوليد، اما في ام هو عباره عن الجزء او الحجم من الجاز، الحجم من الفي ده اللي يكفي انه يغطي طبقه كامله يوني مولوكولر او مونو لاير من الجاز على سطح السوليد. يعني لو افترضت مثلا ان في ده 1 لتر، يعني في ده 1 لتر مثلا، ممكن يبقى الفي ام ده 0.2 0.3 اقل منه، جزء من الواحد يكفي ان اعمل مونو لاير على سطح السوليد. هتبقى المعادله في الاخر شكلها عامل ازاي؟ هتبقى المعادله يعني لو انا رجعت هنا اهو تاني وشلت السيتا دي ورحت حاطه في على في ام، وبعدين في ام اللي بقت موجوده في المقام رحت موديها الناحيه التانيه في البسط، هتطلع المعادله الاخيره بالمنظر ده. بدل ما كان هنا سيتا رحت حاطه في، والفي ام اللي كانت تحت ضربتها الناحيه التانيه او وديتها الناحيه التانيه في البسط، فاصبحت الايكويشن في تساوي في ام بي في البريشر على 1 زائد بي في البريشر. المعادله الاخيره دي بسميها لانجماير ايكويشن. لانجماير ايكويشن اللي هي قدامنا دي فيها ثلاث حالات او ثلاث احتمالات. ليه؟ لانها معتمده على البريشر بتاع الجاز. دلوقتي انا دخلت في المعادله الفوليوم بتاع الجاز والبريشر بتاع الجاز. قال هي مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالبريشر بتاع الجاز. يا ترى البريشر بتاع الجاز ده كان قليل ولا كان كبير ولا كان وسط؟ ساعتها الايكويشن شكلها يتغير. ازاي؟ تعالوا نفترض الاول ان انا البريشر بتاع الجاز قليل، قليل قوي اقل من الواحد. ابص كده على المقام، لو البريشر بتاع الجاز اقل من الواحد يبقى انا ساعتها اعمل ايه؟ انا ممكن نجلكت خالص الجزء ده، ما هو البي ده ثابت. لو انا اهملته مقارنه بالواحد لان هو صغير، هتبقى المعادله شكلها ايه؟ هتبقى المعادله هتتحول بالمنظر ده، في ايكوال في ام بي بي. يعني ساعتها هيطلع لي لينير ريليشن. لو انا رسمت علاقه ما بين الفي والبريشر هيطلع لي ساعتها ايه؟ خط مستقيم. الحاله الثانيه بقى، لو افترضت ان البريشر بتاعي ده كان عالي، البريشر بتاع الجاز كان عالي وكان اكبر بكثير من الواحد، ساعتها انا ممكن اعمل ايه؟ يقول لك لا، لو اكبر بقى بكثير من الواحد ده انت المره دي اهمل لي بقى الواحد ده خالص. طب ولو اهملت الواحد هلاقي المعادله بتبقى شكلها ازاي؟ في ام بي بي على بي بي. طب ما ده كله هيروح مع ده كله، فتبقى المعادله تحول المنظر اللي قدامنا ده ان الفي هتساوي في ام. يبقى اذا المعادله دي انا بحصل عليها لما البريشر بتاعي بيكون عالي اكبر بكتير من الواحد، والمعادله دي انا بحصل عليها لما بيكون البريشر بتاع الجاز اقل بكتير من الواحد. طيب فرضا بقى ان الجاز بريشر ده ولا هو اعلى ولا هو اقل، هيبقى المعادلات شكلها ايه؟ هقول لك لا، لو بتكلم على الانترميديت بريشر، يعني انا بتكلم عن بريشر قيمته وسط اللي هو الاعلى من الواحد بكتير والاقل من الواحد بكتير. طب تعالى بقى نبص على المعادلتين دول اللي انا عامله عليهم هايلايت بالاصفر كده. هقول هو عند اللو بريشر كانت المعادله شكلها ايه؟ هقول المعادله كانت في بتساوي
ال VM ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الجزء حجم الغاز اللي يكفي اني اكون مونولاير، وانا شايفاه موجود هنا وشايفاه برضو موجود هنا، يعني واضح ان القيمة بتاعتي ثابتة لانها الغاز انا مغيرتوش، يبقى هسميه كونستانت. مضروب في ايه؟ البي دي كمان كونستانت مع الفوليوم، يعني مضروبة في البريشر، والبريشر في حالة اللو بريشر كان فوقيها واحد، يعني كان الباور بتاعي او الاس بتاعي واحد، رحت كاتبه بي اس واحد. طيب ولما كان البريشر عالي اصبحت المعادله شكلها ايه؟ في بتساوي برضو ده كونستانت، ما عندوش حاجه، ما فيش بريشر، يعني هقول ان البريشر الباور بتاعي او اس زيرو، ما اي حاجه اس زيرو بواحد. طيب ممكن نقارن بقى بين المعادلتين دول كده، اهو الفي موجوده هكتبها، الكونستانت موجود هكتبه، بس انا عندي البريشر يا واحد يا زيرو، فهقول ان، والان ده قيمته اكبر من الزيرو واقل من الواحد، واصبحت المعادله دي في الصوره النهائيه دي. طيب يعني ممكن بدل كونستانت ده احط كي، احط كي، ما هو كده كونستانت، يعني المعادله دلوقتي اقدر اكتبها في تساوي كي في بي اس ان، نكتبها، ما هو كده كونستانت عادي، يعني بدل ما اكتبها كلمه كونستانت اكتبها كي. طيب نبص بقى على المعادله دي ونرجع تاني نبص على، يعني احنا قلنا ايه؟ في تساوي كي بي اس ان. نرجع بقى للمعادله بتاعتنا دي، شايفين المعادله دي بتاعت فروندليش، اكس بتساوي كي بي اس ان، يعني في الاخر انا حصلت على معادله بالظبط شبه معادله فروندليش. يبقى اذا انا اقدر استنتج من هنا ان فروندليش ايكويشن هي عباره عن سبيشال كيس، حاله خاصه من حالات لانجماير. يبقى ازاي لو جالي سؤال كومنت مثلا او امتى، يعني ممكن حتى سؤال تشوز، ايه الحاله اللي يبقى فيها فروندليش ايكويشن هي سبيشال كيس من لانجماير؟ في حاله اني بتكلم ان البريشر بتاع الجاز بيكون انترميديت، ولا هو لو بريشر ولا هو هاي بريشر. انا عايز المعادله الاخيره بقى دي اللي احنا وصلنا لها، المعادله بتاعتنا دي عايز اغير فيها شويه تغييرات عشان عايز ارسم بقى رسم بياني اللانجماير هو كمان. انا كانت عندي المعادله في بتساوي في ام بي بي على واحد زائد بي بي، تعالوا نكتبها قدامنا هنا كده ونشوف ايه التغييرات اللي اقدر اعملها عشان عايزه ارسم رسم بياني. عايز ارسم ايه؟ قال احنا عايزين يعني نرسم علاقه كده ما بين بي على في في الواي اكسس وما بين البريشر في الاكس اكسس، احنا عايزين نرسمها كده. فانا عايز المعادله دي قدامي، معادله اللي احنا شايفينها دي، عايز اغيرها اعمل شويه تغييرات فيها بحيث اقدر يبقى عندي بي على في في الواي اكسس وعندي البريشر في الاكس اكسس. اعمل ايه؟ انت عايز بي على في، انا عايز في يبقى في المقام بدل ما كان في البسط، ماشي. المعادله بقى دي نقلبها كده، يعني البسط يبقى مقام والمقام بسط، يعني في هتبقى واحد على في، وهنا اعكسهم، ده يبقى بسط والتاني يبقى مقام، يعني واحد زائد بي في بي اخليها فوق، وفي ام في بي بي اخليها تحت. فهتبقى ازاي؟ هتبقى واحد على في ايكوال واحد على في ام بي بي اهو، زائد بي بي على بي بي، بي بي على في ام بي بي. طيب معلش، ما بي بي هنا اهو وبي بي تحت اهو، اشطبها لي، ملهاش لازمه. تمام، يبقى المعادله اصبحت شكلها ايه؟ بقت واحد على الفي، واحد على الفوليوم بتساوي واحد على الفي ام في البي في البريشر، زائد واحد على في ام. نضرب بقى الايكويشن كده كلها في البريشر، ماشي، نضربها كلها في البريشر، يبقى البريشر تبقى موجوده في البسط بتاعت كل فراكشن، هنا بي على في، وهنا بي على في ام بي بي، او استنى، ده في بي هنا اهو وبي تحت اهو، نشطبها، اشطبها لي خالص، وبعدين بي على في ام. اصبحت المعادله النهائيه شكلها بي على في هتساوي واحد على في ام بي اللي هو الكونستانت ده، زائد بي على في ام. جميل. لو رسمت بقى علاقه زي ما هو عايز، انا عايز ده علاقه خط مستقيم اهي، ده يبقى الواي اكسس اهو، والبريشر ده الاكس اكسس، تقدر تقول لي مين السلوب ومين الانترسبت؟ بسيطه جدا، اولا دي معادله خط مستقيم، وطالما عندي الجزئيه الحته دي يبقى الخط ده مش هيمر بنقطه الاصل اهو، والجزء ده هو الانترسبت اهو، امال مين بقى واحد على في ام؟ اكيد ده السلوب. احنا اتفقنا ان السلوب هو الحاجه اللي مضروبه في الاكس اكسس، يعني السلوب بتاعي هيطلع واحد على في ام، وفعلا ده ايه؟ موجود. يبقى اذا لو انا رسمت علاقه بين بي على في على الواي اكسس وبين البريشر على الاكس اكسس، بيطلع لي خط مستقيم السلوب بتاعي بيساوي واحد على في ام، وده الانترسبت. نخلي بالنا في الحاجات دي، انا الاستنتاجات بتاعت المعادلات لو الامتحان بيبقى ام سي كيو، بيبقى الاستنتاجات دي ملهاش مكان في المذاكره او في الحفظ، بس بنفهمها. لكن اللي يهمني قوي انا برسم علاقه بين ايه وبين ايه،
هيطلع لي كيرف ولا هيطلع لي ستريت لاين، الاسلوب بتاعي يبقى قيمته ايه، وفي انترسبت ولا لا وقيمته بتساوي ايه. دي الطريقه اللي احنا بنذاكر بيها الجزيئات دي كلها لو الامتحان بتاعي فعلا بيبقى ام سي كيو. اما في اي امتحان مقالي لا، ده كله لازم اعرفه ولازم اكتب الاستنتاجات كلها واكتبها بايدي. نخلي بالنا في طريقه المذاكره في اي مقرر مش بس في السيرفيس كيمستري، ساعات الواحد بيتفرج على حاجه وبيتهيأ ان هو فاهمها ومستوعبها كويس، لكن مجرد ما يبتدي ان هو يكتب نوتس بايديه بيبتدي يقف عند حاجات. عشان كده لازم اي حد بيسمعني دلوقتي، طبعا غير انه لازم يشترك في القناه، بفكركم اهو تعملوا لايك كمان على طول، يبتدي يكتب نوتس للحاجات اللي انا بنقولها مع بعض دي بايديه، كملخص المحاضره دي بايديه. الملخصات دي في الاخر اللي بنكتبها بتبقى دايما ثابته في دماغكم، مش بتقدروا تنسوها ابدا. اتمنى تكون الجزئيه دي واضحه، واي حد مش فاهم اي حاجه يبتدي تكتب لي في الكومنتس، وان شاء الله انا معاكم لغايه ما نخلص المقرر كله في اقرب وقت ممكن. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.